بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة ننقل لحضراتكم مباراة كرة السلة لأبطال الكأس، كأس مصر اللي فازوا منذ يومين بالكأس في مباراة كانت مع الاتحاد السكندري، أدينا فيها أداء رائع. النهاردة نستهل مشوار السوبر مرة أخرى. أنتوا عارفين طبعا أن السوبر توقف لفترة عشان المنتخب، وبعد كده لما رجع منتخب مصر استكملنا كأس مصر وحصلنا على الكأس كرابع بطولة لنا السنة دي. النهاردة أول مباراة بنستهل بيها مشوار دوري السوبر إن شاء الله، ويبقى البطولة الخامسة لينا بإذن الله لفريق النادي الأهلي. في البداية قبل ما نتناول المباراة الأهلي ومصر للتأمين، قبل ما نتناول المباراة فنيا وتحليا، بحب ارحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك يا كابتن هيثم، وان شاء الله تكون ليلة سعيدة زي ليلة الكاس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبنرحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي وايضا عضو لجنة انتقاء المواهب الحالي بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن طاهر. اهلا بك يا كابتن هيثم، ان شاء الله باذن الله فرقه النادي الاهلي في كره السله ان شاء الله تفرحنا على طول زي ما فرحتنا يوم نهائي الكاس والبطوله العربيه والقاهره بطوله المرتبط ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله تبقى البطوله الخامسه. يا كابتن خلينا نشرح للساده المشاهدين، توقفنا لفتره لدوري السوبر، يمكن ممكن يكون الساده المشاهدين يعني نسوا او نذكرهم بنظام الدوري، الثمان فرق اللي تأهلوا، مين هيلاعب مين النهارده، نذكر الناس بنظام البطوله بعد ما رجع من التوقف. اتفضل يا كابتن. هو ده طبعا ده دور الثمانيه بعد الثمان فرق ما لعبوا مع بعض رايح جاي، الدور يعتبر التمهيدي. دخلنا دلوقتي في دور الثمانيه وبيعتبر ان هو بيست اوف فايف من بدايه من دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي الادوار الاقصائيه كلها بيست اوف فايف. تمام. المفروض ان الاول بيلاعب الثامن والثاني بيلاعب السابع والثالث بيلاعب السادس والرابع بيلاعب الخامس. بالظبط، هي يعني ماشيه بهذه الطريقه. كل فرقه بتلاعب الثانيه خمس مباريات، اللي بيفوز في ثلاثه بيتاهل للدور اللي بعد كده، اللي هو هيكون الدور قبل النهائي على طول. هي بيست اوف فايف، يا اما 3-2 يا اما 3-1 يا اما 3-0 ان شاء الله. نحبها 3-0 طبعا. لا ان شاء الله باذن الله يعني. لا هو بيشرح بس نظام البطوله طبعا. هي نظام البطوله بنفس الطريقه دي، واعتقد ان هو برضك في دوري كره السله بنات برضك هيتم بنفس الكلام، بس على الفارق بقى ان دول بيلعبوا بيست اوف 3 في الادوار اللي هي الدور الثمانيه وقبل النهائي بيلعبوا بيست اوف 3. نعم. اما الدور النهائي او النهائي الفاينل بيلعبوا بيست اوف 5 برضك، ده بالنسبه للبنات. فطبعا هو نظام دوري برضك الى حد ما في شيء من الاثاره وفي شيء من فرصه التعويض وفي شيء واللي بيكسب بيكون الافضل، عشان ما يبقاش مثلا تحت رحمه اصابات ولا تحت رحمه او غيابات زي اللي حصلت لنا في نص الموسم، انما الحمد لله ربنا سلم. فكل الحاجات دي في فرصه ان انت تقدر تعوض. صحيح صحيح. انا شايف ان هو يعني نظام الى حد ما يعني فير وفي عدد فرصه للفرق اكتر من مره انها تعوض وان هي تكمل مشوارها. طب كابتن سلعاوي، يمكن النهارده في اربع مباريات نستعرضهم مع الساده المشاهدين، مين هيلاعب مين و أنا بس كنت عايز الاول اتفضل يا كابتن. عايز اضيف بس حاجه، ان هو الاول الدوري بدا ب 16 فرقه عشان برضو يبقى احنا في 16 فرقه لعبوا دوري من رايح جاي، التعدد من 1 ل 8 المجموعه اللي فوق ومن 8 ومن 9 ل 16 المجموعه اللي تحت. احنا كنا متساويين مع الاتحاد السكندري في عدد النقاط، فخدنا الاول مقرر او الثاني زي ما بيقولوا. فاحنا هنلاعب نادي مصر للتامين. طب يا كابتن ممكن استعرض مع الساده المشاهدين الثمان فرق وترتيبهم عشان نادي الاتحاد السكندري الاول ب 25 نقطه. نادي الاهلي على الشاشه يا كابتن. نادي الاهلي الشاشه اتفضل يا كابتن. نادي الاهلي خد المركز الثاني برضه بنفس رصيد النقاط مع نادي الاتحاد السكندري، لكن كان هنا المواجهات المباشره هي اللي حسمت مين الاول ومين الثاني. نعم. الجزيره خدت مركز ثالث ب 24 نقطه، الاتصالات مركز رابع ب 21 نقطه، الزمالك مركز خامس ب 20 نقطه، سمو سبورتنج
19 نقطة في المركز السادس، مصر التأمين السابع برصيد 17 نقطة، وسموحة المركز الثامن برصيد 17 نقطة. إذن النهاردة طيب كابتن ممكن حضرتك يعني نوضح للسادة المشاهدين، النهاردة في أربع لقاءات. أربع لقاءات. الاتحاد الإسكندري هيلعب مع سموحة. تمام. برضه نفس النظام اللي احنا بنلعب بيه البيست بيست اوف فايف. وهيكون الماتش في ملعب نادي الاتحاد. أول ماتشين في ملعب نادي الاتحاد. وبعدين ماتشين في ملعب الفريق الاخر، ثم العوده في حاله اذا تعادلوا في ملعب الفريق. وليه كده؟ عشان بيدي ادفانتج للي سابق. الاول والثاني والثالث والرابع ليهم ادفانتج مباراه على ملعبهم لو احتكمنا المباراه خمسة. طبعا لازم ياخد برضه نقطه لصالحه. تمام يا كابتن. الاهلي هيلعب مصر التامين، يعني الثاني هيلعب السابع. نعم. برضه خمس جيمات، اول اثنين على ارض النادي الاهلي، وبعدين اثنين على ارض التامين، ولو لا قدر الله في تعادل يبقى على ارض النادي الاهلي. ممتاز. الجزيره هيلعب مع سبورتنج، الثالث هيلعب مع السادس. نعم. والاتصالات هتلعب مع الزمالك الماتش الاخير برضو بيست اوف فايف، وكل فرقه اللي هي اللي في المقدمه بتاخد اول مباراتين. نعم. على ملعب. ويمكن الجدول اللي كنا عرضناه على حضراتكم منذ قليل كان موضح في الجدول، لو نظرنا عليه نظره سريعه كده هنلاقي ان اقوى هجوم في الدوري كان نادي الاتحاد اللي سجل في 14 مباراة 1169 نقطة، ده كان أقوى هجوم في البطولة. بالظبط، شكرا يا جماعة. الاتحاد السكندري أقوى هجوم برصيد 1169 نقطة أحرزهم هجوميا في 14 مباراة، ويأتي وراءه نادي الأهلي كتاني أقوى هجوم 1150 نقطة. لو اتكلمنا عن الدفاع يأتي الجزيرة في المركز الأول كأقوى دفاع بالدوري المصري 972 نقطة، يأتي وراه في المركز الثاني النادي الأهلي. يمكن يا كابتن طاهر النادي الأهلي عنده اتزان سواء هجومي أو دفاعي، يعني يمكن بتلاقي إحنا تاني هجوم أقوى هجوم وتاني أقوى دفاع، ده يمكن بيعمل لك بالانس، غير لما تبقى أنت أقوى هجوم بس دفاعك أقل زي الاتحاد، أو أقوى دفاعا وهجومك أقل زي الجزيرة، ولكن البالانس كويس. البالانس طبعا مهم جدا، وكمان أنت لازم تقيس أن أنت بتقابل ساعات فرق يعني بيبقى الماتش مثلا نوك اوت، فانت مش محتاج ان انت تجيب سكور عالي. نعم. او بتستخدم الماتشات دي في انك انت تدي فرصه للناشئين والناس دي، واحنا طبعا عارفين سياسه مستر اوجستي ان هو باستمرار يعني بيدي دفعات للناشئين، فممكن ينزلهم في ماتش ما يعملش سكور عالي. نعم. فده اسمه التوازن، يعني انا بخطط لفرقتي او للماتشات بتاعتي حسب اللي مطلوب من الماتش. واحنا طبعا الموضوع ده اتكلمنا فيه وقلنا ان احنا معظم لقاءاتنا كانت مع الاتحاد، لو كانت اعتقد ست لقاءات فثلاثه فوز كانوا ماتشات. نعم. ثلاث ماتشات بتوع اللي فاز فيهم الاهلي كانت ماتشات مصريه بطوله. نعم. اما الماتشات اللي كسب فيها الاتحاد فالثلاثه اعتقد ما كانتش مصريه بالنسبه لهم ولا بالنسبه لنا. نعم. ده ماتش الاهلي ومصر التامين كان بتاريخ 17/12 وكان على ملعبنا، وكنا كابتن تلقينا فيها هزيمه اول هزيمه. يمكن المباراه دي كانت غير متوقعه تماما، وبس مصر التامين عملت مباراه جيده، ولكن النهارده مصر التامين اقل بكثيرا هجوميا بسبب غياب المحترف. يمكن مصر التامين بعد ما حسمت تاهلها للثمانيه الكبار اثارت انها ترشد النفقات، وتم اعاره اللاعب او تم انتقاله من مصر التامين لسموحه. فاذا مصر التامين النهارده هجوميا اقل بكثير، يمكن معدل تصويبهم او معدل تهديفهم في المباراه 70 نقطه، النهارده ممكن يكون اقل من ده بسبب عدم وجود المحترف. رايك يا كابتن محمد؟ رايي طبعا ان زي ما حضرتك قلت ان التامين بعد ما وصل للهدف بتاعه اللي هو الدخول في الثمانيه الكبار استغنى عن او في انتقالات الشتويه ادى نادي سموحه المحترف بتاعه، محترف كويس جدا راح نادي سموحه الفرقه. لكن عايزين نقوله برضو ان نادي مصر التامين بيضم مجموعه او نخبه جيده من اللعيبه، معظمهم من لعيبه النادي الاهلي برضو. نعم. في اكتر من لاعب نجم في هذا الفريق من لعيبه من اولاد النادي الاهلي، وزي ما احنا قلنا ان معظم لعيبه النادي الاهلي او اولاده لا في التامين لا في الجيش. نعم. لكن الاجنبي هيفرق، لكن اعتقد ان المباراه اللي خسرناها من نادي مصر التامين اللي كانت على ارضنا في بدايه الدوري كان لسه فتره تعارف، وكان لسه
لا وكان في غيابات كتيره كان في غيابات نتيجه الاصابات. نعم وكان وكنا غير موفقين. كان زي ما حضرتك عارف الفرقه كانت يوميها اوف دي. المباراه دي شفناها وتابعناها وحضراتكم كنتوا منورين. كانت مباراه غير متوقعه. نعم يمكن دي سبب. عارف يا كابتن لو كنا احنا خسرنا الاتحاد رايح جاي بس وما خسرناش مصر التامين كنا خدنا اول. لان المباراه دي هي الثالثه. نعم. اللي حصلت الاتحاد خسر ثلاث مباريات زينا بس المواجهات المباشره كانت للنادي الاتحاد. طب كابتن طاهر يمكن النهارده عيني على المباراه الاخرى يمكن برضو يهمنا نعرف احنا هنرد على مين. يعني اذا ان شاء الله فزنا على مصر التامين الفريق المحترم اللي بيدربه مدير فني محترم كابتن محمود السيد. لو اتكلمنا عن الطرفين اللقاء التانيين احنا لو كسبنا ان شاء الله نتاهل ونقابلهم مين يا كابتن؟ اعتقد ان هم الجزيره. الجزيره. الجزيره وسبورتنج. وسبورتنج. طب ليه استبعدت الثالث مع السادس؟ مفاجاه. الجزيره وسبورتنج. اللي هيكسب منهم ان شاء الله هيلاعب الكسبان من النادي الاهلي ومصر التامين باذن الله. باذن الله ان شاء الله ربنا وفقنا في الراوند ده اللي هو راوند 8. وانا يعني اقدر اؤكد ان ما اقدرش اختار فرقه من الاثنين سواء الجزيره او سبورتنج. لان الاثنين في نفس السيتويشن او في نفس الحاله دلوقتي. احلال وتبديل احلال وتبديل ودول يعني الى حد ما عندهم ناس. بس الجزيره عندها محترف. عندها بس سبورتنج عمل برضك ماتشات كويس. كويسه قوي من غير الاجنبي. من غير الاجنبي. نعم. ورغم ان هو برضك نقص احمد منير وكان برضك ليه دور الى طبعا. حد ما بخبرته. بس فعلا الاثنين اعتقد ان هم في نفس القوه. نعم. وخلينا اقول يا كابتن ان سبورتنج حققت مفاجات السنه دي. طبعا. يعني سبورتنج حققت مفاجات مع جهاز فني محترم كابتن وائل بدر. معاهم رئيس نادي مهتم جدا بكره السله. احمد حسن. كابتن احمد حسن من الناس اللاعبين جدا لكره السله عموما. نعم. وسبورتنج وامجاد نادي سبورتنج كانت وقتها في عصره. هو ما كانش رئيس ساعتها ولكن رئيس كان مشرف على الباسكت. بالظبط. ما بالك بقى لما هو رئيس دلوقتي. اتصور ان سبورتنج العام القادم سيكون له شان اخر في الولاد والبنات. في الولاد والبنات اتصور ذلك. لان هو في دعم ماشي هيكون ماشي بالسياسه برضك قويه. في دعم هيبقى دعم زائد الدعم طبعا ان انت هتدعم فرقتك بلعيبه جديده من بره. في بادجت يبقى في ميزانيه محترمه. وهو كمان حاله الجزيره وسبورتنج تقريبا نفس البتاع متشابهه. لان في لعيبه مشوا من عندهم كانوا جامدين جدا. نعم. زي عمر طارق وعمرو الجندي وهم طبعا دول تقل جامد كان في الجزيره ومشيوا. زائد لعيبه السبورتنج اللي هي راحت الاتحاد زي هيثم وكان شوشه. نعم. يعني دول كانوا في السبورتنج ونقلوا للاتحاد. طبعا فيها حصل صدمه كبيره طبعا هنا او هنا سواء هنا او هنا. هو اللي هيفرق كمان الكوتش. لان وائل بدر طبعا يعني انا اعتقد هو مش بنقول فرق كبير بس يعني وائل بدر عنده خلفيه باللعيبه خبرات والفرق اللي قدامها وبتاع. غير لما يعني جبنا حد اجنبي ولسه هو عارف. يعني ده ممكن كمان دي اول سبورتنج في اللقاء. طب كابتن خلينا نروح ليه مباراتنا اليوم الاهلي ومصر التامين. يا كابتن سلعاوي بخشى دائما من المباريات اللي بتبقى بعد بطولات دائما ابدا. شفنا برشلونه ريال مدريد في كره القدم. شفنا حتى في الام بي اي الفرق الكبار بعد الفوز ببطوله الكيرف بينزل. ده وضع طبيعي وده في اي علم رياضي بيقول لك انه بعد البطوله لازم الكيرف بينزل. وطبعا هل النهارده فرقتنا قادره انها تخطي هذا المطب اللي دايما بيقع فيه فرق كبيره ان المباراه اللي بعد بتبقى بطوله بتبقى مش بالاداء قبل البطوله. شايف النهارده ممكن ده ينطبق على فرقتنا يا كابتن؟ لا انا شايف ان العكس. انا شايف ان النادي الاهلي طوى صفحه الكاس وارتاحوا وبداوا التمرين وان هم مصممين على يعني نفرحوا جمهورهم السنه دي بالبطوله الاخيره. البطوله دي هي البطوله الاخيره في الموسم. نعم. هذا الموسم يعني. لكن واعتقد ان الدرس اللي هم برضو الماتش الاولاني احنا لازم نستفيد. احنا استفدنا بالدرس الاولاني. صحيح. اللي هو برضو كنا ملعبنا واصابات وكده. لكن اعتقد ان طريق البطوله لازم يبان من الدور ده.
انك انت لو عايز تكسب بطوله لازم التركيز يبان، لازم. واعتقد ان مش مرتين يعني هيحصل الكلام ده. وخلي بالك برضو يا كابتن، يعني هي موضوع نفسي يعني، اللعيبه اكيد الكوتش اجوستي اتكلم معاهم طبعا. هم طبعا كانوا معانا اول امبارح في او يوم الاربعاء اللي فات، كانوا معانا في حلقه احمد مهيب وكان معانا ابو النصر وكانوا واخدين راحه، وكان الخميس اول يوم تمرين فبتهيألي تمرينتين قبل المباراه خميس جمعه النهارده. واعتقد ان المدرب اتكلم معاهم وقال لهم ان دي بطوله جديده وبطوله لازم تبان من اولها ولازم نركز فيها ولن اسمح باللي حصل قبل كده. واعتقد ان اللعيبه هتكون اكثر يعني هم عايزين لنفسيهم والعوضوا ولصالح الجمهور شويه على ما فات. موسم استثنائي طبعا السنه دي، نتمناه كذلك. نتمناها ان شاء الله ونتمناها انها تستمر يا رب ان شاء الله. يعني لازم نتمنى ان تستمر هذه الصحوه وهذه البطولات، لان انت من احسن الفرق اللي موجوده في الدوري. لم يكن افضلهم الحقيقه، لم يكن افضلهم صحيح. لكن لازم برضو هم يكونوا حاطين الظروف دي قدامهم، ولازم هم يحسوا بدعم النادي ودعم مجلس إدارة النادي ودعم النشاط الرياضي ودعم الناس كلها ليهم، عشان تبقى فرقة قوية، فرقة لها باع في الدوري يعني. نعم كابتن طاهر، خلينا أتكلم عن الإصابات. النهاردة الحقيقة بيغيب عندنا مجموعة ما زالت بتعاني من الإصابات على رأسهم عمر عاشر. عشان حضرتك معلومة يعني، هل مروان سرحان جاهز؟ هل عند حضرتك معلومه المصابين كما هم في مباراه الاتحاد ولا في حد؟ اعتقد ان هم زي ما هم دلوقتي، هو عمر عزب وسمحان وسرحان مروان سرحان وهم الاثنين بالصدفه المصادفه يعني ان هم الاثنين من سموة. واعتقد ان عمر طارق يعني في طريقه للاستشفاء يعني، هو الحمد لله الماتش اللي فات بس برضه لسه هو ده طبيعي، الله يرفعونه يعني. الراجل لعب بكدمه قويه، هو برضه لسه احنا نسينا. وفي جمال مصاب برضه من فتره طويله الماتش اللي فات ورجوعه برضه مكسب للنادي طبعا. وبعدين المساله ان حتى في الماتش اللي فات كانت قوه الضربه عندنا برضك الى حد ما يعني، ما عمر طارق يمكن لسه راجع من الاصابه، سيف سمير برضك ما اداش كل اللي عنده، واحنا ده مباراه الاتحاد المباراه اللي فاتت يا كابتن اهي بتتعرض للساده المشاهدين. أيوه خلينا نتذكر اللحظات الجميله، المكسب ده كان مباراه الكاس اللي فاتت حصدنا فيها اللقب، برضه بتبقى حلوه ان انت يعني تستحضر بالظبط مع فرقه محترمه زي نادي الاتحاد طبعاً. وكوتش محترم زي كابتن احمد مرعي طبعاً. يعني طبعا كونك ان انت تفوز على الفرقه دي وتاخد منهم كذا بطوله السنه دي، ده نصر كبير لازم نفرح له جدا يعني. اكيد طبعاً. اكيد اكيد كابتن سلاوي، خلينا نروح لمباراتنا النهارده. يمكن المباراة على ملعبنا، مطالبين النهارده يكون نسب التصويب افضل، لان انت بتلعب على حلقك على الملعب اللي بتتمرن عليه طول الوقت، فمطالب بنسبه عاليه في سواء في الثري بوينت شوت، في التو بوينتس، في الفري ثرو، محتاج كل ده تبقى انت النهارده نسب عاليه. محتاج النهارده تجري، انت حافظ ابعاد الملعب جيد، محتاج تجري فاست بريك. شايف النهارده مستر اجوستي هيلجا للدفع باكبر باكتر يعني عناصر من الشباب، ولا هيحافظ على اللي شاركوا في مباراه الفاينل امام الاتحاد الاسبوع الماضي؟ لا، انا عندي احساس ان هو هيحافظ وهيلعب بنفس الناس اللي كانت موجوده، الا لو في ظروف اصابات طارئه او في اصابات هو خايف عليها للمرحله الجايه. نعم. لكن اعتقد ان غوستي بقى له فتره بيثبت التشكيل، يعني مثبت الفرقه او مثبت التشكيل مع اعطاء الناشئين فرصه ان هو بيتمرنوا بصفه مستمره، ان في حاله الاصابه بيقدر يزق واحد او اثنين فيهم. لكن اعتقد ان عمرو علاء زهران اليومين دوت مش في فورمته كلاعب ناشئ، بس يمكن عشان ما بياخدش كتير يا كابتن يعني الاول كان بياخد اكتر من كده، لكن الولد كويس وخامه طيبه. اقول لحضرتك حاجه، وخامه مبشره. اقول لحضرتك حاجه، يمكن رجوع ابو النصر، خلينا نتكلم باسكت بول يعني، رجوع ابو النصر بشكل قوي، لان ابو النصر هو جندي المجهول في النادي وهو بيقوم بادوار دفاعيه، هو يمكن خبره شويه ولكن بيقدر بيدفندر كويس. فهو بس هو ابو النصر عنده ميزه يمكن مش عند عمرو بحكم السن فقط وليس بحكم خبره وشويه، عنده خبرات في الهجوم عنده خبرات في الهجوم، عنده خبرات في كنترول على نفسه كخبره اكتسب لعب افريقيا ولعب اكتر من موسم مع النادي الاهلي. فيمكن ده اللي خلى عمرو زهران شويه
ما ياخدش الوقت اللي كان بياخده قبل كده. آه. رأي و... كده معرفش رأي طبعا حاجة. ما طبعا لان في اللعيب الديفندر ده بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده مولود بيحب الدفاع. البطاقة مكتوب دفاعي. دفاعي آه. يعني عنده الملكة بتاعت الديفنس دي وحب غريزة الديفنس. نعم. فطبعا اللي كان الفترة اللي كان فيها بالنصر كان مصاب وصاب كذا مرة متتالية. مستر أوجستي يعني ادى ثقة سند على عمرو زهران بحيث يقوم بهذا الدور في الفرق ويعني شغال في اوقات كتير مساك يعني ديفندر قوي عنده باور طبعا لسه سنه صغير زاد ان هو احنا ما نقدرش كمان ما نقولش ان ابو النصر وعمرو زهران عندهم قوه هجوميه طبعا عندهم فاندمنتلز في الاوفنس عالي جدا اللي معليهم اكتر الدفاع بالظبط يعني هم عندهم حلول هجوميه ولا طبيعيه هو مع احترامي برضك لاي حاجه اللعيب الديفندر عمله نادر. صعبه بالذات اللي بيدافع على الاجانب بالظبط يعني بيدافع على المحترفين هو مهمته كان الدفاع على الاجانب يعني مهمه صعبه مهمه نادره ان انت تلاقي واحد ينزل يعني زي ابو النصر الماتش اللي فات زي برضو عمرو زهران فانا رايي ان احنا عندنا الحمد لله كنزين الاثنين يعني هتلاقي في عندك أربعة خمسة بيجيبوا باسكت نعم. سكورر انما هتلاقي اثنين تلاتة يعني هم اللي بيركزوا في الديفنس قوي يعني هو ما بنقولش ان هم الباقي كمان ما بيعملش لا طبعا بيدافع بس ولازم لان ده سيستم واجبات ولازم يبقى الخمسة بيعملوا دور حتى في الديفنس او الاوفنس صحيح فبالتالي اعتقد ان عمرو زهران بقى هيديله فرصة واعتقد كمان ان مستر أوجستي زي رايت الموضوع ده زي ما عمل مثلا في بطولة القاهرة هو نعم. كل مقام وليه مقال صحيح ده بالظبط يعني في بطولة القاهرة كان المقام الأول عنده ان هو يلعب الناشئين ويديهم ثقة وفي نفس الوقت يريح الكبار اللي جاي من المنتخب بالظبط غير انه جاي من المنتخب عشان لو حصل عنده إصابة لو حصل عنده غياب يبقى في من هو يكون بديل من الصندوق اللي عنده بتاع الناشئين ده اللي بيطلع منه ناس ده الصندوق السحري انا بسميه انا والله العظيم الصندوق السحري لانه يا كابتن احنا مقتنعين وقلنا مرارا وتكرارا في كل استوديو قلناه 14 لاعب في قائمه الفريق الاول بالاضافه للمحترف طبعا عدد قليل لازم القائمه تزيد عندنا الطايره واليد اللي هم الالعاب المشابهه لينا القائمه بتعدي 20 لاعب انما احنا النهارده بنتكلم على 14 15 لاعب اي فرقه لو ما عندهاش قطاع ناشئين جيد وتصاب منها 2 3 وده طبيعي جدا على فكره كابتن سلاوي احنا مخلصين الموسم اهو عندنا اصابتين كانوا جامدين وممكن كانوا يبقوا اكتر وضع طبيعي جدا 3 4 اصابات ممكن مش هتلاقي تكمل للفرقه ودي مشكله لازم القائمه تزيد تبقى 18 انا رايي العادل 18 لاعب بالمحترف يديك حتى يعني فرصه ان انت تسجل يعني انت بيبقى عندك ناس طالعه من ناشئين عايز تديهم فرصتهم ما لحقوش ياخدوا فرصتهم فانا شايف ان 18 لاعب ده حاجه ال 18 يعني لاعب هو الهدف من دوا احنا يعني مع احترامي لبقيه الالعاب الصالات نعم هتلاقي ان الدوري بتاع كره السله تردد عالي باستمرار هتلاقيه في ست فرق بيتحرم في اوقات كتيره 80 90% ما تعرفش مين يكسب مين ده دلوقتي بقى 8 كمان بالظبط ما هي التأمين كسبتنا على ملعبنا مفيش فرقة طبعا انما في العاب الصالات التانية ممكن تلاقي ثلاث فرق فرقتين يعني من كلام حضرتك من باب اولى ان الباسكت هو اللي يبقى عدده كتير لان احنا دوري قوي في الباسكت ولا انا قصدي ان الموضوع ده هو لما تيجي تحدد 15 او 14 لعيب ده بيقوي الفرق الاخرى نعم انت خدت من وجهه نظر ثانيه انت بتقل العدد عشان يروحوا فرق اخرى طب ما صدقني يا كابتن برضو حتى لو 18 لعيب هتقوي الفرقه الثانيه يعني مثلا لو خدنا مثلا كل جيل انت طالع لك على الاقل 4 5 انت مش هتاخدهم كلهم كده لا وعدد الماتشات كبير يعني ما انا لازم اعمل بالانس يا كابتن يعني وعدد الماتشات كبير اعمل بالانس من النقطه اللي حضرتك بتقولها دي ان انا اقوي الفرقه الاخرى اعمل دوري قوي وفي نفس الوقت ان انا ما اجيش اكمل الموسم مش لاقي لعيبه لازم يكون في بالانس انا ما بقولكش اعملها 25 لاعب ولا 22 لاعب زي اليد او 23 لاعب زي غيره وغيره ولكن انا بقول لك اعملها 18 وليها هدف اخر انك انت تدي فرصه للناشئين يبقوا ليهم دور ان هم يلعبوا فوق
صحيح. يعني مثلا لو كان العدد فوق كبير وكافي معظم الناس بتيجي عاوزه تكسب. صحيح. فطبعا ما بتديش فرصه الناشئ، انما انت مثلا في 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 الوضع الحالي دوا ان اصابات كتير غيابات مثلا، فانت بتطلع الناشئين دول بياخدوا فرصه وبيظهروا. حضرتك انت كده يعني ايه، احنا في نقطه برضو دي حوار كويس وحاجه يعني كويسه جدا ان احنا نتناقش في ده، بس اقول لحضرتك في فرق يعني نقول الثمانيه اللي فوق كم فرق عندها ناشئين؟ الفرق اللي عندها ناشئين الثمانيه اللي فوق اقوى فرقه في عندها ناشئين هي الاهلي. هي الاهلي مع احترامي للجميع يعني اقوى تفريغ، وحضرتك كنت رئيس قطاع الناشئين وعارف. فاذا الموضوع مش هيبقى يعني مش هيبقى بالصعوبه انه يقدر يستعين حتى بالناشئين لو عايز. وفي حاجه ثالثه كمان بتدي لمنتخب مصر، وطبعا نعم. منتخب مصر ليه الاولويه الكبرى في كل شيء. احنا الاهلي فرخ اتنين السنه دي دخلوا منتخب مصر الكبير، عمرو زهران وعبد الله ناصر كانوا مع المنتخب طبعا، مع المنتخب الكبير اتاخدوا في المنتخب الكبير. صحيح. وده ما كانش هيحصل لولا ان كان ليهم دور كبير مع النادي الاهلي. صحيح. يعني انا بالرغم ان عمرو زهران ايه، ونحط بين قوسين الكلمه دي، لم يدخل اي منتخب في سنه. بالظبط. هو يعني عمرو زهران وهو صغير ما دخلش في صغير في اي منتخب. يعني هو اول مشاركه ليه على الاطلاق كلنا لما لعبنا منتخبات لعبنا شباب وناشئين وبتاع، وبعد كده تدرجنا لغايه ما وصلنا الدرجه الاولى منتخب دوري. ولكن هو الغريب ان عمرو زهران ما اعرفش بقى كانت المشكله فين ساعتها ليه ما بيتاخدش، ولكن لما طلع الفريق الاول اتاخد. يعني قصدي اقول لك انه كابتن طاهر بيقول لك انه قطاع الناشئين لما بتدي له فرصته مع الدرجه الاولى بيبقى مميز. انا اضيف بس حاجه صغيره بعد اذنك. ما يميز مدرب النادي الاهلي اوجستي الاهتمام بالناشئين. في مدربين كتير اجانب جم ومشوا ما اعتمدوش على الناشئين، عشان هو عايز يلعب باللي موجود وبالكبار عشان اكسب واقعد. لكن هو نظريته مختلفه شويه في الناشئين. بس خلي بالك يا كابتن، في فرق ان انا اشارك ناشئ وحضرتك قلتها قبل كده يا كابتن سلاوي، ان انا اشاركه، وفرق ان انا بدي له فرصه حقيقيه. الفرصه الحقيقيه هو ان اللاعب بيلعب وبجد وفي وسط مين بجد وفي وسط الماتش وفي وقت كريتيكال، مش ان انا بيبقى ماتش سهل هنزله اول خمسه يغلط غلطتين اطلعه تاني ما عادوش. دي مش فرصه، بالعكس ده كده بيحطم اللاعب. انما النهارده مستر اجوستي عمل حاجه، بس هو ما كانش هيعملها الا اذا كان مؤمن بالفكره. خلي بال حضرتك الايمان بالفكره دي موضوع مهم جدا. ممكن تكون بتعمل ده بس على استحياء، اول ما ضغط عليك في الماتش يروح شايل ونازل يروح مطلع صغيرين. انما في واحد بيبقى لا مؤمن بفكرته، انا هكسبه بدول. هو مستر اجوستي وصمم وبيكسب. ليه؟ لان هو عنده الحاجه الثانيه يا كابتن برضه انا شايفها بتميز فرقتنا، وهي اوضه اللبس. اوضه اللبس النهارده المكسب مش مكسب في الملعب بس، في سيطره على اوضه اللبس. طبعا انا بتكلم بكل امانه، انت عندك النهارده نجوم كبار في الفرقه، هيبقى هدك كبير جدا لاي مدير فني ازاي يدير كوكبه من النجوم دي. بالظبط. كل لعيب عايز يهدف طبعا. وكل لعيب عايز ياخد وضعه، وده طبيعي. عندك كابتن عمرو الجندي، عندك كابتن ايهاب امين، عمر طارق، محتفظ احفظ الاسماء، سيف سمير، مودي الجرحي، الجمال، لعيبه كلهم انا اسف يعني معلمين باسكت في الملعب. ولازم تبقى مقنع مع الكبار او في انك انت تدي فرصه الناشئ ومكانه، لانه ما اداش الدور اللي عليه او حصل تغيير وسبستيوشن في وقت انك انت محتاج تريحه. برافو عليك. محتاج ازاي الكبير بقى يتقبل ده؟ على فاولاته ازاي الكبير بقى يتقبل ده؟ وازاي بقى مهم ازاي بقى ازاي دخول الصغير على الكبير برضه؟ كل دي عوامل نفسيه مهمه الجهاز. اوضه اللبس، السيطره على اوضه اللبس، ان يبقى فيه ضبط وربط وانضباط، هو ده اللي نجح فيه مستر اجوستي بوش. يمكن يعني مستر اجوستي بوش صاحب لكل الفرق اللعيبه وكل حاجه، ولكن في حدود انا مدير فني واللعيبه لعيبه. فهو ده اللي بيدي برضه مش بس المكسب في ارض الملعب، ولكن وده بيجيب مكسب في ارض الملعب. وده اللي بيجيب مكسب في ارض الملعب، وده اللي بيجيب مكسب. سيطر على اوضه النظام لسه. النظام هو ده من اساسيات المكسب. نعم. دي لقطات من ارض الملعب. صحيح. دي لقطات معلش انا مش شايف بعيد عني الشاشه، بس دي لقطات من مباراة الاتحاد. طيب خلينا نتكلم يا كابتن على امر تاني، وهو ما تبقى من الموسم. ما تبقى من الموسم، احنا النهارده بنلعب دور الثمانيه غالبا يعني بشكل او اخر، ما فيش غير ماتش
ممكن او طرفي لقاء ممكن الموضوع يطول منهم شويه، ولكن بشكل كبير الامور محسومه يعني احنا بالنسبه للمجموعه بتاعتنا احنا ان شاء الله هنلاعب اللي كسبان من الجزيره. امتى بقى يا كابتن؟ هل اتحدد ميعاد؟ اتحدد في شهر 4 2024 2024 2024 يعني 2024 يبقى الدور قبل النهائي. ده في رمضان في ملعب برج العرب في اسكندريه، ده قبل النهائي طرفيه قبل النهائي. هيبقى الدور ده من 2024 ل 2024 والفاينل هناك برضو؟ لا الفاينل في صاله حسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى هتيجي هنا يعني. اذا هو الدور عمل فاينل السيمي فاينل بنات والسيمي فاينل ولاد في برج العرب. طيب شايف دي فتره كافيه؟ احنا ان شاء الله بعد اللقاءين دول هيبقى اقول خلصنا 22 مثلا، عندنا شهر عندنا شهر فتره بتهيالي كيده خلالها طبعا شهر رمضان اللي هي اشتراك وانت بألف خير دي عشان اشتراك نادي الزمالك في البطوله، بطوله البال اللي هي طبعا البطوله الام بي او بطوله افريقيا للانديه. طيب الشهر ده برضو تحدي اخر يا كابتن. ايضا فاكر حضرتك الفتره؟ طبعا فاكر حضرتك الفتره اللي توقفت فيها عشان المنتخب وكان يمكن اكبر الفرق اللي مش هقول يعني تضررت لان ما ينفعش اقول كده، ولكن اكتر الفرق اللي حصل فيها اصابات هي كانت النادي الاهلي مع مشاركه لاعبته في المنتخب. ولكن النهارده عندنا شهر توقف ولكن لعيبتك كلهم في حضنك، فده تحدي بالزبط. من شكل تاني ده هيبقى سهل فيه الترتيب وعمل البرنامج. هو صحيح. قطعا هيبقى لو في اصابات طبعا هتبقى فرصه كويسه ان ايه الاصابات ترجع تستشفى، زي لو في فرصه لسرحان او عزب بتقلي صعب، بس عزب ليه لا عزب يعني بقاله دلوقتي 4 أسابيع ممكن ممكن الى حد ما يلحق، بدل في الفتره التوقف دي هتبقى فتره كافيه. ممتاز. ده شيء. الشيء الثاني طبعا بتعمل برنامج تدريبي معين باحمال معينه عشان تقدر تحافظ على تقسم الشهر 4 أسابيع، الاربع اسابيع تقدر تعمل لهم برنامج ومنها ماتشات. بس خلي بالك كابتن، ما هو ده تحدي يعني. انا دايما بقول ان التوقف ده يا اما يطلعك السما اي توقف، ودايما دي بتبقى ازمه الفرق الكبيره. اي توقف يا اما يطلعك السما وترجع قوي واقف على رجلك، يا اما بترجع اضعف مما قبل لان انت ما استغلتش الشهر ده جيدا. يعني بس يا كابتن هيبقى دي اخر مشاركه خلاص، ده السوبر هو اخر بطوله لينا في هذا الموسم. ونبتدي بعد كده بقى نشوف احنا اللي بعد كده ايه ان شاء الله، وخاصه ان الطرف الثاني هيكون مباراه قويه جدا يعني بعد يعني احنا توقف الجزيره. هيبقى الاتحاد اسكندري مع الزمالك الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه هتبقى قويه جدا، الزمالك هيبقى راجع من البال والزمالك هيكون لسه راجع، لكن احنا اعتقد ان هيقدر يتعمل لها برنامج مقسم الى اعداد ومباريات وتنميه مهارات وكل شيء. نعم. فبحيث ان هو يدخل جاهز على المرحله، لان المرحله الاخيره هتبقى هي مرحله الفاينل بقى. صحيح. يعني اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه اليوم الاهلي ومصر التامين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم اللي مش هيقدر يتفرج علينا النهارده على شاشتنا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على اليوتيوب شانل، هننقل لحضراتكم المباراه في بث مباشر. الحاجه الثانيه، النهارده المباراه الاهلي ومصر التامين بتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المفروض المباراه كانت تقام الساعه 6، ولكن ممكن تشهد تاخير ربع ساعه ولا حاجه، لان كان قبلنا في مباراه لكره اليد تأخرت شوية فنزول اللاعبين تأخر قليلا، فالمباراة ممكن تنطلق في تمام الساعة 6:15 على قدر يعني توقعنا ان هو هتبقى في الوقت ده تقريبا لغاية ما يدوا لكل فرقة نصف ساعة تسخين، وهو الفترة القانونية في كرة السلة. اجي لك يا كابتن سلعاوي، يمكن يعني محتاجين نوضح للسادة المشاهدين الفريقين النهاردة النادي الأهلي ومصر التأمين تلاقوا 3 مرات في هذا الموسم. النتائج كانت شكلها ايه؟ اتفضل يا كابتن سلعاوي. في نصف نهائي بطوله منطقه القاهره الاهلي قابل مصر التامين، قدر 73 الاهلي، مصر التامين 72. نعم، والمباراه دي كانت في بطوله القاهره وكانت على ملعبنا في صاله الامير عبد الله الفيصل بدون اللعيبه المحترفين. واحنا الحمد لله كسبنا البطوله دي، وكان تومسون ما بيلعبش. انا فاكر كمان ان تومسون كان جاي بيتاهل من اسوان، واحنا كسبنا بطوله القاهره دي بعد المباراه دي. نطلع هنيجي للترتيب اللي هو دي مواجهات الفريقين على الشاشه اهي مع الكابتن سلعاوي. الاهلي اتفضل يا كابتن. الاهلي 68 ومصر التامين 78، دي المباراه الوحيده
اللي احنا خسرناها على ملعبنا تمام. لكن مباراه العوده اللي كانت على ملعب نادي مصر التامين في المقاولين العرب احنا كسبنا 97-52 45 بونت فارق كانت على ملعب مصر التأمين. واعتقد ده الوضع يعني الوضع ممكن يبقى مكرر لا ممكن يبقى مكرر يعني عشان المباراه الثانيه التامين لعب من غير الاجنبي فطبعا شيل 25 بونت هم الفرق اللي كان بيحطوا مصر التامين يمكن الكفه لينا يا كابتن 2-1 في اللقاءات بتهيألي ده بيبين برضو ان الحمد لله في فارق في المستوى يعني الفني ده بلا شك يعني هو صحيح من الفرق اللي هي زي الاتصالات ومصر التامين والفرقه الوحيده اللي قدرت تكسبنا الدور ده بس كانت لظروف طبعا معينه حصل الماتش بس خلينا نشيد بالفريق يا كابتن مصر التامين بقى عاملين موسم جيد جدا جدا هو عندهم فعلا اهتمام كبير قوي بكره السله نتيجه ان كان رئيس مجلس الدكتور عادل موسى هو اللي اسس اللعبه دي في ومصر التامين وعندهم كمان اهتمام جامد جدا بالناشئين احنا لا ننكر هذا بس برضك في فرق في المستوى طبعا هيبقى وبالذات النهارده واحنا زي ما قلنا قبل كده ان الماتش اللي حصل في ذهاب الدور الترتيبي ده او التمهيدي اللي حصل ان كسبونا ماتش برضك مش مصيري يعني صحيح يعني كان قابل للتعويض ايوه بالظبط قابل للتعويض والواضح بقى في الدور الثاني رغم ان هو معهمش محترف بس كان الفرق 45 بونت فرق كبير قوي يعني نعم طب كابتن سلاوي الدكتور يعني انا عايز اقول برضه اضيف حته صغيره ان الدكتور عادل موسى بصفته كان لاعب باسكت وكان رئيس مجلس اداره فكان اهتمام غير عادي بفريق الباسكت ودعم فرقه الباسكت ولذلك نادي مصر التامين من الانديه التي تمتلك قطاع ناشئين برضه جيد قوي جدا وفرقه بنات على مستوى عالي لكن اعتقد دلوقتي لما الدكتور عادل بعد شويه عن الفريق اعتقد ان في هزه في الولاد والبنات في مصر التامين نتمنى طبعا اكيد اي فرقه بتخش بقوه في كره السله او في اي رياضه يعني احنا سعداء جدا بالبنك الاهلي في كره اليد الحقيقه عامل شغل كويس نتمنى نشوفه في كره السله ونشوفه في الطايره يعني هو اليد وقدم يمكن البنك الاهلي اي دخول فرق جديده دي بتادي مؤشر جيد جدا للمنتخبات وبتادي فرصه للمنافسه وبتكون منافسه قويه ودعم كويس يعني صحيح. دعم في كل الاهلي طب كابتن خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين كتيبه جهاز النادي الاهلي طيب خلينا ننتظر طب خلينا ننتظر ان ايه لانه احنا لحظات هنروح للملعب كمان المراسلين من ارض الملعب اكيد جاهزين خلينا نستعرض الكلام ده بعد ان شاء الله ما نروح لارض الملعب بس خليني اقول لك كابتن انه ان شاء الله مباراه النهارده المباراه الثانيه هتبقى امتى يا كابتن يعني احنا اول لقاء النهارده يوم الاثنين ان شاء الله يعني في نفس الميعاد على صاله الامير عبد الله المباراه الثالثه هتكون في ملعب المقاولين والمباراه الرابعه نفس الكلام هتكون طيب. في ملعب المقاولين استاذنكم يا كابتن اعزائي المشاهدين نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء كريم احمد وسلاح حامد من ارض الملعب كالعاده ينقلوا لنا الاجواء واخر تطورات والاستعداد للمباراه اتفضل يا كريم برحب بيك في البدايه طبعا كابتن هيثم سعيد كل التحيه ليك ولكابتننا نجوم الاستوديو التحليلي وتحياتي ايضا كمان للزميله سلا حامد النهارده طبعا كالعاده يعني مباراه قويه جدا لفريق النادي الاهلي وخلاص ابطال الكاس في مواجهه مصر التامين في دوري السوبر او في الربع النهائي ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله تكون المباراه زي المباراه الماضيه ونفس الحماس ونفس الجديه ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره كالعاده في رجال كره السله حققنا عدد كبير من البطولات ان شاء الله يا سلا كمان تكون بطوله دوري السوبر المحترفين ان شاء الله في دولاب بطولات النادي الاهلي اجواء كتير واخبار كتير نبدا معاك بمصر التامين مع زميلتي سلا حامد ميرسي جدا يا كريم بس طبعا خير في البدايه ارحب بكابتن هيثم السعيد وبضيوفه الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو الكابتن طاهر رجب والكابتن محمد السلعاوي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان اللي حاليا ان شاء الله هنكون معاهم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل عشان نقول لهم كل الامور والكواليس هنا قبل بدايه انطلاق مباراه اليوم مباراه الاهلي والمصري التامين في الجوله الاولى او في اول مباراه في مرحله ذا بيست اوف 5 من بطوله دوري السوبر
لكره السله. بالفعل يا كريم زي ما انت قلت يعني خلينا طبعا ننقل لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي والكابتن هيثم السعيد يعني استعدادات وكواليس استعدادات فريق مصر للتامين لمباراه اليوم. يعني بالفعل فريق مصر التامين تحت قياده الكابتن محمود سيد استعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم، ويمكن استغلوا كمان فتره التوقف الدولي اللي كان فيها يعني منتخب مصر بيستعد لتصفيات كاس العالم لكره السله في السنغال، استغلوا الفتره دي عشان يستعدوا بشكل قوي لمرحله الدور الثمانيه من بطوله دوري السوبر. يمكن يعني كانوا بيقوموا بالعديد من التجارب الوديه والمباريات الوديه مع مختلف الفرق منهم فريق طلائع الجيش ظهور وكمان نادي الطيران، يعني كانوا بيعملوا العديد من التجارب الوديه عشان يستعدوا بشكل قوي للمرحله دي. كمان يمكن النهارده الصبح كان في زي محاضره فيديو ميتنج او محاضره فيديو ما بين كابتن محمود سيد واللاعبين لاعبي مصر التامين عشان بيتكلم معاهم على بعض نقاط الضعف والقوه الموجوده في فريق النادي الاهلي، وكمان بيكلمهم يعني عن بعض الجوانب الفنيه والدفاع والهجوم اللي موجود عند فريق النادي الاهلي، ويراجعوا كمان لعب او طريقه لعب النادي الاهلي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم. كمان خلينا نتكلم شويه عن الاصابات والغيابات اللي موجوده في صفوف فريق مصر للتامين. في اربع غيابات موجوده في صفوف مصر للتامين منهم محمد ابراهيم ومحمد اسامه. محمد ابراهيم في المركز الخامس يعني بيعاني من اصابه في قطع في الرباط الصليبي، كمان محمد اسامه في المركز الثاني بكسر في اليد اليسرى، والمحترف اللي موجود في صفوف مصر للتامين جونز يعني في انتقالات يناير انتقل لفريق سموحه، ومحمد يونس في المركز اربعه انتقل لفريق مصر الاتصالات. يعني حاليا يا كابتن هيثم فريق مصر التأمين بيعاني من أربع غيابات منهم المحترف، فالنهاردة إن شاء الله يعني مصر التأمين هيواجه النادي الأهلي بدون وجود محترف في صفوف الفريق، وعشان يعني في عدد كبير غايب في صفوف الفريق قرر الكابتن محمود سيد إن هو يصعد العديد من اللاعبين في قطاع الناشئين أو بالأخص يعني فريق 18 سنة منهم بهاء رمضان وزياد أيمن عشان يكتمل عدد فريق مصر التأمين في مباراة اليوم. يعني تحدي جديد يا كريم، بطولة جديدة أخيرا فريق النادي الأهلي بيرجع تاني للمواجهات في بطولة الدوري. كمان كلمنا يا كريم عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه اليوم. بالتاكيد سهلا طبعا، يعني هبدا معاك يا كابتن هيثم كالعاده طبعا بالغيابات الاصابات مين النهارده خارج القائمه الرؤيه الفنيه. يعني احنا طبعا استمرار مروان محسن والجمال وعمر عزب، طبعا احنا عارفين الاصابات الخاصه بيهم، لكن كمان النهارده الرؤيه الفنيه الخاصه بمستر اوجوستي بوش، خروج عمرو زهران وابراهيم علاء زهران. يمكن طبعا سالنا على الخروج، هل اصابه اجهاد؟ لا، يمكن هي رؤيه فنيه. انت عارف طبعا الضغط كبير الفتره القادمه، المباريات هتكون 18 21 25 28 31 فالروتيشن مهم جدا الحقيقه. بوش بشكل عام الفريق جاهز جدا، كنا بنطمن بشكل يا كابتن هيثم طبعا منخصص جدا على الاجهاد، مدى جاهزيه اللاعبين، هل اي لعيب يشعر باي شيء؟ سلام، يمكن ده امر مهم لان المجهود كان كبير جدا في بطوله كاس مصر وتحديدا كمان في مباراه الاتحاد اللي تطلبت مجهود مضاعف كمان سواء من خارج الخطوط او من داخل الخطوط لكل اللاعبين. النهارده كمان بتميز المباراه بالقوه والجديه. يمكن كسالة قال طبعا ان المحترف مش هيشارك، لكن مش هنقول ان دي نقطه النادي الاهلي يبدا عليها، النادي الاهلي خلاص المباراه القادمه بالنسبه له كلها تكون مباراه فوز. الدوري ده مهم جدا لفريق النادي الاهلي في هذا التوقيت، نحقق ان شاء الله يا كابتن هيثم اللي ما تحققش من سنين عديده جدا في كره السله. وايضا كمان النقطه الاهم كل الدعم الكبير جدا لرجال كره السله والقطاع بالكامل طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي على ادائهم المميز جدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، دعم ومسانده وعلى طول تحفيز بشكل كبير جدا، بيتكلم على اللعيبه بيوصل لهم. وشفنا الحقيقه اخر المباراه مودي الجرحي واهتمام الكابتن محمود الخطيب وتحياته للاعبين، ده بيحمل اللاعبين عبء كبير جدا الفتره القادمه. الجمهور في الظهر، الجمهور بيساند بيآزر، محتاج البطوله دي ان شاء الله. لكن ان شاء الله النهارده بالجد اللي احنا عارفينها على لعيبه النادي الاهلي وبالاداء المميز جدا لاوجوستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي نقدر ان شاء الله نتخطى هذه المباراه. وباذن الله يا كابتن هيثم بقى نكون معاك انا وزميلتي العزيزه سلا حامد بعد انتهاء هذه المباراه، باذن الله يكون مكسب لينا، ونتابع بقى كل جمهور النادي الاهلي تابعنا من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بلقاءات خاصه وحصريه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد. زملائي الاعزاء كريم احمد وسلا حامد كالعاده بتغطوا لنا كل شيء يعني اكتر مما نتوقع، بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل مع بعض ان شاء الله بعد المباراه ولقاءاتكم المميزه دائما ابدا، بشكركم شكرا جزيلا. يمكن النهارده شهدت القائمه غياب عمرو زهران ودخول مؤمن طارق خير الى القائمه، رايك يا كابتن؟ طبعا عمرو زهران زي ما الزملاء في الملعب قالوا ان هم خرجوا ان خرج الاسباب فنيه، رؤيه فنيه، رؤيه فنيه من المدرب، وقد تكون برضو هي نوع من التريح او الدخول اخر بحيث ان برضه تشوفه كده. فاللي دخل مؤمن طارق خيري برضه صنع العاب ممتاز،
وولد ليه مستقبل باهي. نعم. وبرضه احنا بمناسبه حضرتك يعني بتتكلم على قطاع الناشئين وكده، ففي ولد اخوه محمد طارق خيري. محمد طارق خيري لعيب من احسن اللعيبه اللي هتبقى موجوده في مصر، وهيبقى اعتقد ان ده صانع العاب مصري يعني ان شاء الله. 16 سنه وبيلعب مع 18 وانا شايف امكانياته كمان يلعب مع 20. ان شاء الله ويكون امتداد لرب. والسنه الجايه ان شاء الله يعني درجه اولى مركز صانع العاب، ما نقلقش على النادي الاهلي ان شاء الله. لا 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 ما نقلقش بشكل كبير. ودي سنه الحياه يعني. مودي ان شاء الله يسلم لمحمد، ودي سنه الحياه انه دايما بيبقى في حد طالع من الناشئين وبيبقى بيستلم الرايه من يعني يا كابتن. خلاص احنا كده والقايمه بنتكلم على التشكيل. والقايمه هو نفس الناس اللي لعبت مباراه الاتحاد الاسكندري، الا تغييره واحده بس، هي خروج عمرو علاء زهران ودخول مؤمن طارق خيري. لكن ال11 لاعب، طب معلش يا كابتن، ممكن نذكر الساده المشاهدين تاني بال12 لاعب. اول حاجه مايكل تومسون اللاعب الاجنبي اللي هو في صفوف النادي الاهلي من اول الموسم، مودي الجرحي، يوسف المعداوي، وسيف سمير، ايهاب امين، محمد ابو النصر، مؤمن طارق خيري، عمرو الجندي، احمد مهيب، وعبد الله نصر، واحمد اسماعيل، وعمر طارق. طب ممكن تشوف النهارده يا كابتن طاهر مشاركه يوسف المعداوي. يعني يوسف المعداوي لاعب النادي الاهلي وتم اعارته، تعرض كان بيلعب في جامعه ورجع لعب مع النادي الاهلي شويه وتعرض لقطع في الاكيلس وتعالج منه، وبعد كده طلع عرى لطنطا لمده نصف موسم وتم استرجاعه مره اخرى من الاعاره. لغايه دلوقتي ما شفناش يعني يوسف المعداوي قدم اوراق اعتماده حتى الان. شايف النهارده ممكن تبقى المباراه ليه؟ طبعا عشان هو منتقل في يناير برضك، ده يعني ما عصرش الاعداد بتاع الاهلي من الاول. فطبعا انما هو قبل بلاء حسنا يعني، او كان اشتغل على نفسه كويس قوي مع طنطا. نعم. وظهر، فده اللي خلى الجهاز الفني يفكر فيه بالظبط. نعم. وهو لسه قدامه وقت استغل. طبعا عشان يحط رجله، انما ثقته في انه هيحطه في السكور الماتش النهائي الاتحاد والماتش دوه دليل كبير جدا على ان يوسف المعداوي من وجهه نظر المدير الفني انه نعم. هيقدر يؤدي وهيقدر يشيله. وانا يعني متاكد او يعني ان شاء الله هيبقى يوسف معداوي ليه دور في حصولنا على الدوري باذن الله. وهيستحق ولسه. وفي كمان يعني احب اذكره لانه من الناس المبشرين برضك، اللي هو طارق خيري، محمود وليد. محمود وليد طبعا. محمود وليد، محمود خد فرصته بشكل كبير كمان الفتره اللي فاتت، والولد استغلها بصراحه. استغلها وكان برضك بالنسبه لسنه بس يمكن هو مش موجود النهارده عشان مباراه 20 سنه. بالظبط. هو دلوقتي 20 سنه ابتدت. لا بس هو مش استعرض مع الساده المشاهدين افراد كتيبه الجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن سلام. النادي الاهلي كتيبته في الجهاز حقنا عليهم ان احنا نذكرهم دائما ابدا. اتفضل يا كابتن، هم معانا على الشاشه. الجهاز طبعا الجهاز الاسباني اوجستي بوش مدير فني، كابتن احمد الجرحي مدرب عام، كابتن رامي الدياسي مدرب، كابتن طارق الغنام مدير الاداري، الدكتور وليد الخراط اداري، كابتن محمد الشيحي مخطط احمال، الدكتور هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، كابتن محمد جاد طبيب الفريق او الدكتور محمد جاد طبيب الفريق، الكابتن نادر خزام اخصائي التغذيه، الكابتن علاء لطفي محلل فني، كابتن محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، وحامد الكاس مهمات. نعم، دول افراد الجهاز الفني والكتيبه، كتيبه مستر اجوستي بوش. الحقيقه نجحوا السنه دي في حصد 4 بطولات، نتمنى لهم كل التوفيق. وخلينا نستعرض مع الكابتن سلعاوي الجهاز الفني لنادي مصر التأمين. اتفضل يا كابتن سلعاوي. الجهاز الفني لمصر التأمين من الكابتن محمود سيد مدير فني، يتمتع بخبرات كبيره جدا. نعم. وهو من المدربين اللي مسكوا نادي مصر التأمين على فترات كثيره. حامد محمد حامد مدرب عام، وليد عبد السلام مدرب، علاء حسن المدير الاداري، علاء حسين المدير. نعم. الاداري مسعد سعد محمد. سعد محمد مخطط احمال، الدكتور محمد المصري طبيب الفريق.
نعم، دي او دول افراد الجهاز الفني لفريق مصر التامين، يعني قياده فنيه محترمه. كابتن محمود السيد كان زي ما قال كابتن محمد السلعاوي رجل له باع كبير في تدريب مصر الطيران، وكمان نجح انه يعمل الحقيقه يعني طفره كبيره في اداره فنيه. يمكن هو كان مدير فني من ايام انا كنت بلعب الحقيقه، وهو من الشخصيات الخلقا وفنيات الباسكت عالي جدا. وكابتن حامد محمد حامد ده برضك من المدربين اللي كانوا في الناشئين، صراحه كان عامل شغل كويس قوي حتى الان يعني شفناه في مباراه 14 سنه. طب كابتن خلينا نروح للاعبين، لاعبي مصر التامين هل هم جاهزين يا جماعه ولا لسه؟ تمام، مصر التامين اتفضل يا كابتن معانا يعني قائمه اللاعبين، اتفضل يا كابتن. اتفضل. لعيبه نادي مصر التامين محمد مصطفى مودي، ده كان لاعب النادي الاهلي في الناشئين ومن اللاعبين المميزين، كان في قائمه الاهلي السنه اللي فاتت وكان في قائمه الاهلي وخرج تاني. محمد علاء، محمود الزيات، احمد خالد، محمد بن داري، احمد سامي، عبد الرحمن يسري، عمرو عبد القادر الامريكي جونز ده اتنقل سموحه، نعم راح سموحه، محمود الشرشابي، محمد اسامه بيجو، محمد يونس. محمد يونس انتقل ايضا للمصريه للاتصالات، محمد يونس اتنقل، فكده هم بيفتقدوا خدمات اللاعب الامريكي جونز وايضا محمد يونس اللي كانوا في القايمه وفقدوا خدماتهم. اعتقد برضه كابتن هيثم ان في لعيب تاني داخل القايمه بس بره، كريم الدهشان. كريم الدهشان نعم هيلعب اكيد النهارده. هيلعب اكيد النهارده، يبقى احنا كده بنقول بنتكلم في ثلاثه من اولاد النادي الاهلي، كريم الدهشان واحمد سامي ومودي. وكمان عندك الشرشابي كان في النادي الاهلي، وعندك عمرو عبد القادر تقريبا كان موجود في اسكندري. اسكندري عمرو القادر، عمرو القادر اتحاد اسكندري هو السنتر. يعني قصدي اقول ان هو يعني في يا اما لعب في النادي الاهلي يا اما بيبقى يا اما لعب برده، هو كبير في النادي الاهلي فهو الحقيقه يعني بيبقى اكيد خبرات كبيره. محمود الشرشابي كان الاربعايه بتاعت النادي في وقت ما كان الكابتن اشرف توفيق ماسك الفريق. نعم، وخلينا برضو نذكر الساده المشاهدين لاخر مره بقائمه النادي الاهلي. الكابتن محمد سلعاوي استعرضها مع حضراتكم منذ قليل. اول لاعب النهارده معانا في القائمه مايكل تومسون اللاعب الامريكي المحترف، وهي الشاشه مع حضراتكم. اثنين مودي الجرحي صانع الالعاب. عندنا ثلاثة يوسف المعداوي لاعب رقم أربعة في النادي الأهلي. عندك سيف سمير بوزيشن خمسة وأربعة، هاب أمين شوتينج جارد، محمد أبو النصر الجارد، عندك مؤمن طارق خيري برضو جارد، عمرو الجندي بيلعب في بوزيشن الجارد برضو، أحمد بوهيب جارد، عندك عبد الله ناصر سنتر تحت الحلقة، أحمد إسماعيل سنتر، وعمرو آخر 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 لاعب مين يا كابتن مع حضرتك؟ عندنا احمد اسماعيل وعمر طارق. عمر طارق انا اسف، عمر طارق اخر لاعب بيشارك النهارده في النادي الاهلي. كان قايمه النادي الاهلي الحقيقه نتمنى لهم كل التوفيق. وزي ما قلت لحضراتكم يمكن وضحنا ليه سبب تاخير مباراه، كانت مباراه كره اليد سيدات اللي كانت بتلعب على الملعب نفس الملعب ملعب الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي للسيدات لكره اليد بنتيجه 24-23. مباراه كانت قويه ودي لقطات حيه من ارض الملعب بعد ما تم تجهيزها للقاء اليوم الاهلي ومصر التامين، ولكن في كره اليد سيدات انتهت الاهلي بفوز النادي الاهلي على نادي الشمس 24-23. الف مليون مبروك. يعني فريق كره اليد سيدات بيسير بخطى ثابته نحو الاحتفاظ باللقب الحقيقه للسنه الثانيه على التوالي، والحمد لله كابتن يحيى يوسف دايما هو اقوى منافس النادي الشمس. نادي الشمس وانت تفوز النهارده فاكيد ده مباراة مهمة، ده السوبر خلاص، هم أربع فرق بيلعبوا السوبر دلوقتي. كل التوفيق لفريق كرة اليد سيدات. نرجع للقائنا النهاردة كابتن طاهر، يمكن النهاردة خلاص هو كابتن مستر أجوستي بوش خلاص هو بيعتمد على كور تيم فريق يعني تشكيله زي ما قال كابتن محمد السلعاوي بشكل كبير قوامه ثابت، ولكن بيتم التغيير في لاعب أو اثنين على الأكثر. هل ده من قوة النادي الأهلي هو ثبات التشكيلة كابتن؟ يعني ثبات التشكيل ده مهم بالذات بقى لما نخش في مرحله النهائيات. واذا ما كانش يعني الماتش بدرجه كبيره انا يعني خايف منه، فبالتالي بقى ممكن العب فيه الناشئين.
انما هو الثبات كمان في اول بدايه الدور الثمانيه مثلا لعمل الهارموني او النسيج التناسق بين المجموعه دي، لان يعني التناسق انت عارف لما الناس تحفظ بعض دي مهمه جدا بقى في الماتشات الكريتيكال. الله ينور عليك يا كابتن. الماتشات الكريتيكال مفيش وقت اجرب بالظبط، عايز احسم بالزبط. عايز اخلص. ومع ذلك ما زال يحتفظ بخاصيه او الميزه ان هو بيعتمد على الناشئين، يعني حتى الان برضك في عندي ثلاث ناشئين موجودين، بصرف النظر ان عمرو زهران برضك من اللعيبه الاساسيين اللي هيعتمد عليهم ان شاء الله، مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ودول عندهم 18 سنه، ويوسف المعداوي طبعا يعتبر من موقف زي عمرو زهران كذلك. فبالتالي ربع 12 يعني 25% ربع القوام الفريق صغير، وفي اوقات ثانيه كان بيبقى تلت اربعة بالظبط. وغير الجنود برضك اللي لسه جايين زي محمود وليد صحيح، وعمرو زهران لسه في بوينت جارد هايل كمان كريم حاتم. بيبو كريم حاتم وكريم حاتم كويس. بيبو زهران ده كريم حاتم من بوينت جارد هايل، بيحط سكور افريج بتاعه فوق ال 20 بوينت، من احسن بريمكات في افريقيا صحيح. في البطوله يعني بتاعت الناشئين يعني، انا شايف هو ومحمد طارق خيري الامانه هما الاثنين هيقدروا مع بودي حسام لما يرجع ان شاء الله برضو من الاعاره، يعني عندنا ما عندناش قلق في المركز ده خلاص. لا خلاص ما فيش قلق، لان احنا بنتكلم على محمد طارق عشان محمد طارق اصغر بسنتين بالظبط، اللي هي فهي عباره برضو عمليه تسليم لبعض هيبقى في عندنا، لان احنا كانت مشكلتنا في هذا المركز. لكن دلوقتي الحمد لله في واحد واثنين وثلاثه جايين ورا بعض. وعلى فكره المشكله دي مش في النادي الاهلي بس، ده في مصر كلها، ده كل الاجانب بوينت جارد، في بوينت جارد وممكن بيلعبوهم جاردات، ولكن ازمه كبيره جدا ان احنا في مصر فعلا عندنا ازمه في البوينت جارد، يعني صانع اللعب اصبح مشكله. فدلوقتي معظم الفرق اتجهت لانها تجيب اجنبي هو اللي بيلعب في المركز ده صحيح. طب كابتن سلاوي توقعاتك للمباراه، شايف المباراه النهارده ممكن تمشي تقدم من الاول من البدايه للنهايه؟ شايف مصر التامين ممكن يشد على لحظات، خاصه ان هو من الفرق اللي بتعرف تلعب قدام النادي الاهلي؟ لا انا اعتقد المباراه هتمشي لصالح النادي الاهلي من اول المباراه، نظرا لان مصر التامين برضو مع احترامنا الكامل ليها هي برضو بتعاني من غيابات، تعاني من غيابات مؤثره، يعني غيابات مؤثره مش غيابات، يعني زي ما انت قلت ان اللاعب الاجنبي 25 نقطه راحوا من الفريق، فبرضو احنا بنقول ان نتمناها مباراه ممتعه، عايزين مطلوب من اللاعب الاهلي ان هم يركزوا ان هم يلعبوا يمتعوا من خلال السيستم اللي حطه المدرب، لكن ما دام يعني كل لعيب من حقه انه يمتع، ولكن من خلال السيستم. واعتقد ان تثبيت التشكيل ده عامل اساسي في الادوار النهائيه عشان اللعيبه بتبدا تحفظ بعض، وتبدا اللعيبه يبقى عندها حته التفاهم مع بينهم وبين بعض يعني. صحيح صحيح. كابتن طاهر يمكن النهارده توقعاتك ايضا للقاء، وشايف حضرتك هيمشي ازاي؟ هل هيمشي بتفوق اهلاوي منذ البدايه، ولا قد نشاهد بعض التقدم لمصر التامين اثناء اللقاء؟ انا اعتقد ان التقدم هيبقى باستمرار على مدى الاربع كوارترات او اربع اشواط هيبقى للاهلي، ده شيء. الا برضك وجهه نظر المدير الفني في ان هو يدي فرص زي ما اتكلمنا على واحد زي يوسف المعداوي عشان يثبت رجله وبتاع، فممكن دوا يبقى مش هيفرق قوي في فرق السكور. نعم. انما ممكن يبقى يقلله شويه، انما هو الفرق السكور اعتقد ان شاء الله هيبقى لصالح النادي الاهلي، مع احترامنا برضك لمصر التامين، ودي بتلعب من غير محترف، ما فيش يعني بقى المحترف برضك هتلاقيه ينقص سكور معين من قوة مصر التأمين، نادي مصر التأمين. احنا زي ما حضراتكم شايفين من أرض الملعب يعني هو تقريبا كده يبقى فاضل تلت ساعة كده، ممكن يكون بالتقريب
او ربع ساعه وثلث ساعه. لا لا ممكن يكون ربع ساعه وثلث ساعه بتهيألي، ولا يا كابتن سلاوي يعني لا لا اعتقد اقل من كده، اقل 10 دقائق ان شاء الله هتبدا ايش يعني، ممكن تخلل صلاه المغرب يعني ان شاء الله. هم ابتدوا لثلث يعني نص ساعه فاضل لها 5 دقائق يعني 5 دقائق خمس دقائق. طيب خلاص خلينا يعني يمكن انا ما شفناش هم سخنوا قبل كده من الساعه كام، ولكن بتهيألي 5 دقائق يا جماعه ان شاء الله ويبتدي اللقاء. كابتن بتهيألي النهارده مفيش ضغط على الحكام. لا مفيش ضغط على الحكام، الحكام مقدم بس بس كل المباريات اللي فاتت الماضيه الحكام مقدمينها بصوره طيبه. لكن كلها قوي يا كابتن يعني برضه لدرجه ما يعني لا لا يعني ماتش الاتحاد يعني كان فيه اخطاء ولكن مش مؤثره، لا بس ماتش ماتش يعني ماتش الزمالك لا كان مليء باخطاء بالجمله. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا واستعداداتنا وتغطيتنا للأهلي ومصر التأمين، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم النهاردة الأهلي ومصر التأمين أولى لقاءات الأدوار الإقصائية دور الثمانية. حضراتكم عارفين الباسكت بيلعبوا بيست أوف فايف، اللي بيكسب 3 مباريات ممكن 3-0 ممكن 3-2 ممكن 3-1 أي كان المباريات، ولكن اللي يكسب 3 مباريات اولا هو اللي بيتاهل للدور قبل النهائي. النهارده بنلعب مصر التامين، طرفي اللقاء الاخر اللي هنرد عليهم ان شاء الله هي سبورتنج والجزيره. النهارده طبعا فريق النادي الاهلي خلاص بياخد التعليمات النهائيه قبل انطلاق المباراه. وخليني اقول لكم يعني يمكن سريعا كده لقاءات النهارده اللي هتتلعب. الاتحاد السكندري بيلعب سموحه، الاهلي بيلعب مصر التامين، الجزيره بيلعب سبورتنج، والاتصالات بتلاعب نادي الزمالك اللي دخل في المركز الخامس. يمكن 8 مباريات النهارده بتلعب 4 هيمشوا يوم بعد يوم. النهارده اللقاء الاول، بكره راحه لكل الفرق، ويجي يوم الاربعاء اللقاء الثاني، يوم الخميس راحه، يوم الاثنين انا اسف النهارده السبت، الاثنين المباراه الثانيه، راحه الثلاث، المباراه الثالثه الاربع، لو احتجت مباراه رابعه تبقى الجمعه، احتجت مباراه الخامسه، وفي بعض اللقاءات قد تضطر الى لقاء خامس، الله اعلم محدش عارف، هتبقى بعديها بيوم اللي هو يوم الاحد القادم. طيب خلينا نقول انه مباراه النهارده اتاخرت شويه عشان حضرتك تبقوا عارفين، عشان كان في مباراه كره اليد قبلينا سيدات واللي انتهت بفوز النادي الاهلي على نادي الشمس 24-23 في لقاء كان توب جيم، ولكن كان لقاء مهم في السوبر، ونادي الشمس هو اقوى الفرق اللي بتواجه فريق كره اليد سيدات. طب احنا جاهزين نروح يا جماعه لارض الملعب؟ طيب خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الدكتور وائل ابو العزم لنقل احداث مباراه كره السله الاهلي ومصر التامين في اولى لقاءات دوري الادوار الاقصائيه في دور الثمانيه لدوري السوبر موسم 2021 2022. فالى صاله الامير عبد الله الفيصل والى هناك.